استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السيد جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، والسيد براين هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا سيادته إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات، فضلا عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. السيد جاريد كوشنر نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيد الرئيس، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات، كما أشاد بالدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما.